هنا نواكشوط إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في كل مكان في بداية هذه الندوة التأبينية التي تقيمها إذاعة موريتانيا تأبينا وترحما على روح الفقيد فقيد الأمة الفنان الرمز سيداتي واللبة. تحية طيبة لكم مستمعي الكرام في هذه الندوة التي تستمعون إليها عبر شبكة إذاعة موريتانيا ومواقع الإلكترونية. في يوم ما من العام 1927 ولد الفنان الرمز سيداتي واللبة في ربوع مقاطعة الرشيد الجميلة بولاية تقانت موطن الأهل والأحبة. تربى في منطقة علم وورع وثقافة وفن حيث الطبيعة الساحرة بأبهى تجلياتها، فتلقى تعليمه المحضري كباقي أقرانه ثم تعليمه الفني في سن مبكرة على يد أسرته أهل سدوم لنجرت عملاق الفني في المنطقة. الفنان الرمز سيداتي واللبة هو عازف النشيد الوطني الأول سنة 1960، كما عاش حاضرا بأبهى حلله يمثل تاريخ وحاضر وحضارة شعب أصيل، فارتبط اسمه بالنشيد والعملة والوطن كما ارتبط بالأصالة والفن والأدب. التحق بإذاعة موريتانيا التي تقيم هذه الندوة ترحما على روحه بداية الستينيات من القرن الماضي بعد تسجيله الأول لهول أقيشط 1957، فكانت طلبات أغانيه خير شاهد على نجوميته الواضحة، فكان من رواد قسم الأدب الشعبي رفقة الرعيل الأولي من أعلام هذا الفن الجميل. رحل الرمز سيداتي لكن ذكره سيبقى في نفوس الموريتانيين، لم يبخل على الوطن بعطائه الثقافي والأدبي حتى أصبح ذاكرة حية بشهادة الجميع. عرف المرحوم الفنان الرمز سيداتي واللب بدماثة خلقه وأصالته وصدقه وشهامته وحبه للناس، فرحم الله فقيد الوطن والفن والثقافة والتاريخ والأدب. أهلا بكم مستمعي الكرام مجددا، وأرحب باسمكم بضيوفي الكرام الأستاذ أحمد واللب ممثلا لأسرة المرحوم، الدكتور محمد والبوعليبة عن الجانب التاريخي والموسيقي للمرحوم، الدكتور حسين المدو عن الجانب الإعلامي أو الحضور الإعلامي والنجومية، الأستاذ محمد والأحمد والميداح عن الجانب الأدبي والثقافي والفني، الأستاذ الحسن والملايعلي عن الجانب أو جانب العطاء الفني في إذاعة موريتانيا، الأستاذ الفنان بابو الحمبارة ممثلا لاتحاد الفنانين الموسيقيين الموريتانيين، الأستاذ سدوم والبيب والليدة ممثلا لتجمع الموسيقيين الموريتانيين، مع طبعا حفظ الألقاب لكل الضيوف الكرام. هذه الندوة ستشتمل على عناصر أو محاور، أولها سيداتي الإنسان، العنصر الثاني أو المحور سيداتي الفنان، والمحور الثالث سيداتي الرمز. أهلا بكم مجددا ضيوف الكرام، وأهلا كذلك بالمستمعين الكرام، ومعكم فريق يتمنى لكم كل خير على الأجهزة الفنية وضبط الصوت، زميلي بتشاه والشاش، وفي الإخراج الزميلة مبنى متبدبة، وكذلك في الجانب الفني محمد سالم محمدا. وهذه الحلقة تحظى بالإشراف العام للمدير العام لإذاعة موريتانيا السيد سيدي مولود والإبراهيم. أولا ورقة تمهيدية عن المرحوم عدتها إذاعة موريتانيا صبيحة رحيله.
لم يكن المرحوم سيداتي واللأب مجرد فنان كغيره من الفنانين، وإنما كان فنانا لطموح أمة وتشكل وطن. ارتبط اسمه بالإرهاصات الأولى لنشوء الدولة واستقلالها، فكان رمزا كغيره من الرموز وأيقونة خالدا ذكرها في أذهان الموريتانيين. لحن أول نشيد وطني وغنى لسك العملة الوطنية، وكان فنه خيطا إبداعيا ناغما وموحدا لمشاعر إخلاص الموريتانيين للجمهورية الإسلامية الموريتانية. كان الموريتانيون في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي يتسمرون أمام المذياع في ربوع الوطن، لا ينبسون ببنت شفة من فرط إنصاتهم لحنجرة المرحوم ومداعبته لآلته الموسيقية دينيت. والثابت أن المرحوم سيداتي واللأب خرج إلى الدنيا عام 1925 في ولاية تقانت، وتحديدا في مقاطعة الرشيد الجميلة التي يعلل أهلها بالنسيب وبالنشيد، وتلقى تعليمه المحضري والفني في سن مبكرة، فكان شبلا من ذاك الأسد، حيث أثبت أنه سليل أسرة أهل سدوم ولنجرة العمالقة. الطبيعة الأخاذة بولاية تقانت كان مفعولها واضحا، حيث ألقت بغلالها الساحرة على مسيرته الفنية ليلتحق بالإذاعة الوطنية، المنبر الإعلامي الوطني الوحيد آنئذ في معظم مناطق الجمهورية، وسجل أول هول له أقيجال سنة 1958. وإذا كانت المنية غيبت جسد الفقيد، فإن محبته في نفوس الموريتانيين ستبقى خالدة. تغمد الله فقيد الأمة برحمته الواسعة. شكرا جزيلا لزميل محمد والسيد محمود على هذه الورقة. أبدأ معك الأستاذ أحمد في أولى المداخلات، ماذا تود أن تقول في بداية هذه الندوة التأمينية التي تقيمها إذاعة موريتانيا على روح فقيد الأمة سيداتي واللأب؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي نختار نتقدم بالشكر الجزيل لإذاعة موريتان مديرا وعمالا على هذه المبادرة اللي تتمثل في هذه الندوة التأبينية للفقيد الله يرحمه إن شاء الله سيداتي واللأب. ونختار نقول إن هذه المبادرة أنها طبيعية، لأن علاقة الفنانين بوسائل الإعلام مؤسسات الإعلامية انها ما هي كيف علاقة سيداتي واللأب وإذاعة موريتان، لأن فهم دلالة لذلك. ونختار نشكرهم على هذه المبادرة. ثانيا نختار نتقدم بالشكر الجزيل للشعب الموريتاني كامل، لدولة موريتانيا رئيسا وحكومة وشعبا، على هذه الهبة اللي لاحظنا، جزاهم الله خير نقول لهم. نختار أيضا نشكر جزيل الشكر مع العرفان بالجميل لكل الناس اللي تعاطفوا معانا واللي آزرونا في هذه المرحلة، من سياسيين، من رجال أعمال، من قبائل، من جماعات، من علماء، من إعلاميين، مجتمع مدني، و هذو نقول لهم باسم الأسرة أن ممتنين لهم بياسر من العز ويمكنه المياسر من الاحترام والتقدير، جزاهم الله خيرا. اللي لا ينقول ذلك لا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصعب اللي يعيش المرء في حياته هو فقدان حد يبقيه، حد عزيز عليه، حد من أهله وسرته ذويه أحباب وأخلاء، يا غير الله سبحانه وتعالى من علينا بالنسيان وهو نعمة. ولين تفوت المرحلة تتخطى الصعبة يبقوا ذكريات، ويبقى واللي خلى هو بعد جزاه الله خير ويرحمه بذلك إن شاء الله، خلانا كأسرة وبالنسبة لمجتمع البيضان مخليكم أنتم تتكلموا في ذاك اللي خلاله، خلانا مجد كبير جزاه الله خير، خلانا مكانة نفتخروا بها نعتزوا بها في قلوبكم كاملين وفي قلوب الموريتانيين وقلوب الناس، وخلى ملي ياسر من الإبداعات الجميلة فن راقي وملتزم كان هو فنه، وخلى أيضا ملي ربانا تربينا في كنف، واللي ربانا واللي كان النهج الكبير في مدرسته هو الأخلاق،
حيث يقول زين الحس قبيل الخلاق هو للعبد اللي خلاه. زين الحس قبيل الخلاق هو للعبد اللي يعطيه. والعس عليهم على الأخلاق في الوذنين يتم محلي على أن مكانة الأخلاق هي أكبر مكانة حثنا عليها وحس عليها. شكرا جزيلا في هذه المداخلة الأولى. بودي طبعا أن أعطي لكل الضيوف الكرام مداخلة أولية، لكن لضيق الوقت سندخل في المحاور. أول محور هو سيداتي الإنسان، من هو سيداتي؟ تفضلوا الأستاذ دكتور محمد البوعليبة، باحث في مجال التاريخ والثقافة والفن والأدب. طيب شكرا جزيلا، وأبدأ بالترحم على روحي الفقيد سيداتي اللالفة واللابة. كان من ساداتي العربي في هذه البلاد، كان فنانا عظيما وشاعرا مبدعا حقا، تشهد على ذلك قصائده الكثيرة والمتعددة الموضوعات. عبر الفنان والشاعر عن وجدان العرب البيضان في هذه الصحراء، وربط أشواقهم وأحاسيسهم بوجدان إخوتهم في المشرق والمغرب عبر التاريخ، فغنى قصائد قيس بن ذريح قيس لبنان، كما غنى ابن لذي الرمة، وغنى للفرزدق، وغنى لابن الفارض، وغنى لمجنون ليلى، وغنى للبرعي عبد الرحمن البرعي، وغنى هذه القصائد التي أصبحت أناشيد خالدة على ألسنة المطربين الموريتانيين. وهذه وكل هذه القصائد التي غناها سيداتي تجدونها مغنات عبر التاريخ العربي، معناها غناها إسحاق الموصلي، وغناها كل من حمل العود العربي عبر التاريخ، كل من عزف العود العربي عبر التاريخ. فسيداتي ربط وجدان الموريتانيين بإخوتهم العرب من خلال تمثله لهذه القصائد وغنائها بصوته العذب. وكان يقرب الأدب العربية والشعر العربي الفصيح من الفن الموسيقي ويربطه به، بحيث أنه كثيرا ما رأينا سيداتي يقيم شواهد على ظهور تزوان ولدفتو بالشعر الفصيح. لا مؤاخذة دكتور، دخلتمونا في سيداتي الفنان. نعم. تطرح الأخلاق لك. طيب إذن اكتفي بهذا القدر عن كتقديم أولي، كتقديم أولي عن ربط سيداتي الإنسان، الإنسان الموريتاني بأشقائه العرب في جميع أرجاء الوطن العربي عبر غنائه لقصائد من روائع الأدب العربي الأثيرة في التاريخ العربي. شكرا جزيلا. أستاذ دمبا، الأستاذ المبدع محمد والأحمد والميداح، وهو باحث في مجال الثقافة والموسيقى والأدب وأحد أعلام هذا الفن الجميل، كلمتكم الأولى في سيداتي الإنسان. شكرا جزيلا. أولا كلمتي هي الترحم أولا، واسمح لي قليلا أن أكسر النظام الذي رتبتموه للمداخلات، لأني قبل الحديث عن سيداتي الفنان وسيداتي الرمز لا بد أن أذكر الخصال التي أعرفها فيه والتي سترافقته إلى مثواه الأخير. زين. بالحقيقة أنا تقربت منه وعرفته عن قرب، حتى أني نقول عنه رد علي راس والله تبناني في مرحلة ما، وأعرف فيه التدين حقيقة، وأعرف فيه حسن الخلق وهو أول ما وضعه في الميزان، ونعرف فيه رحابة الصدر ملي وسع الأخلاق على
ولا شيء أدل على ذلك من استطاعته في مرحلة ما أن يجمع حوله جميع الفنانين الموريتانيين ويكون مسؤول رئيسا لهم. والفنان بطبيعة الحال سواء كان موريتانيا أو أجنبيا حساس إلى درجة أنه يحس كما تحس أوتار الجيتار تدنيت اللي عنده. معناها يصعب تماما عنك تقبل أخلاقه والمسالمة. هذا الرجل اللي شاعر طبعا عنه شاعر وله جايبه من الخلة عاش عمره الطويل والمديد ما قط شرح حد بشعره ما قط شمت حد ولا قط قال له شي خاسر. هذا من ناحية. من ناحية أصلا أخرى أنا أقول أنا من جيل سداتي من جيل بك الغريب ولفقد الدار والجاري ومن جيل نقي المجالس من غليظ الطبع إن رمت الغناء ومثله مؤتنس وبك الغريب وبرق بدا من جانب الغور لامعوا. هذا عقلت هو بداية عقلتي على الهول نسمعوه في الإذاعة. وكان سداتي رحمة الله عليه صديقا لوالدي رحمهم الله ومن جيت نواكشوط تعلقت به بأن أجده خاصة أن الوالد انتقل إلى جوار ربه. ومنين تميت إجبرت فرصة لما أصبحت مديرا للثقافة أصبحت إجبرت فرصة التقرب منه. وحقيقة جينا نقولوا البغانة جينا بكر نعرف فيهم اللي قبل أن لا أحب أن أطيل أنه كان ينتقي الشعر الجميل ويتحاشى العبارات الركيكة في الشعر ولا ما لا أذكر طراح الأخلاق ذاك النوع بي اللي أصلا قراي لا أذكر أني قد سمعت له بيت من الشعر في مكسور الوزن والله مكسور من ناحية النحو والله من ناحية العروض زين. ورحمة الله عليه ما الكلام فيه يطول زين. ما زلتم تسمعون هذه الندوة التي تقيمها إذاعة موريتانيا تأبينا وترحما على روح فقيدي الوطن الفنان الرمز سداتي واللابة الأستاذ الحسن والملايعلي وهو أحد الإعلاميين الرواد حيث كان مديرا للبرامج في إذاعة موريتانيا هنا لمدة أو فترة طويلة الحمد لله. هو عميدنا وهو كذلك مدير إذاعة التنوير. كلمتكم الأولى في سداتي. شكرا جزيلا. الكلمة الأولى اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنه استحق علينا الترحم. أنا كيف محمد من جيل اللي رباه سداتي وهذا الجيل فعلا كامل بنيته التربوية والثقافية كاملة لسداتي فيها أثر. ربما إذا طالت الندوة نأخذ على ذلك التفاصيل. أنا اللي نقوله تو عني مرحلة من التاريخ كانت أهل موريتانيا هذه كاملين لهذا مجتمع البلان اللي يسمع إذاعة موريتانيا كان في ذهنه عن موريتانيا فيها ثلاث معجزات: مختار الدادة بالداول البصيري وسداتي واللاب. ناس بلا 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 بذيلة ما فيهم أحد يجيب له حد ثاني يعود الشاب اللي متقادم معه صحيح. نعرف عنه كانت إذاعة موريتانيا في ذاك التاريخ اللي الخالق مشي تجتمع عليه الناس والخالق مشي يعلم الناس ويعرف بشي ويشد معها الأخبار لإذاعة موريتانيا. عن كان سيداتي واللاب رحمة الله عليه قابل ثلثين من اهتمام الناس اللي تصنت لإذاعة موريتانيا والثلث الأخر قابلت الناس الأخرى كاملة بما فيها أهل الأخبار وأهل الثقافة وأهل الدب والفن رحمه الله سبحانه وتعالى رحمه الله وسعه. كنا قبل هذه الحلقة قد أجرينا مقابلة مع الأستاذ الشخصية الوطنية محمد محمود والدادي والشخصية الوطنية المعروفة. إذن نستمع للمقابلة الأولى ردا على السؤال من هو سداتي. سداتي رحمة الله علينا وعليه
سليل أسرة عريقة في تقانت، هي أسرة دهلابة وللجيش وإلى سد أم لنجارتو، أبوها الفا ولا أبا وأمه قرمي من الزمن، ولد حوالي 1927 هذا حسب ما قال لي هو. تربى تربية هذه الأسرة، وهي أسرة بالرغم منها فنية، والله يعلم عنها فنية، أسرة زاوية في سلوكها وفي تصرفاتها وفي تعليمها. حفظ القرآن في سن مبكرة على أحمد والفضيل معلم الأجيال عندنا، أنا من نفسي حفظت لي القرآن. هذا الرجل قرأ منه تقريبا 7 أجيال، وكان سيداتي ربما من الجيل الرابع ولا الثالث من الناس اللي قرأ. يحفظ القرآن في سن مبكرة وقفه، وتعلم تعليم الزوايا، تعلم الفقه بالنسبة للشباب كيفته، وتعلم مبادئ من النحو، وتعلم أيضا قدر من اللغة العربية خاصة عبر الشعر. هذا هو تعليمه من صغره، هو عنده ذا النبوغ في الصوت، والنبوغ اللي في الخط، سيداتي خطاط، وهذا طبعا ميزة فنية كبيرة. الناحية الأخرى هو لأنه يحفظ الأمور بسرعة، الدواوين يقرأهم فيهم القصائد الطويلة. وفي صغره كان مع والديه، والده ألفا رحمة الله عليه وآلنا وعليه، ووالدته قرمي، وأنا أتكلم لي أنا مرضعتي وأمي، إذا بالنسبة لي بالنسبة لأقراني والناس اللي مثلا من عمري محقق أنهم رضع منهم قدر. إذا هذا شرف لنا كبير، وهلابة واحدة من خيامنا الكبارات. هذا هو الجو اللي ربي فيه سيداتي واللاب. شكرا جزيلا للأستاذ محمد محمود والدادي. دكتور الحسين والمدو، وهو القامة الإعلامية المعروفة، سؤال عريض: الحضور الإعلامي للفنان الرمز سيداتي واللاب ضمن طبعا محور من هو سيداتي؟ شكرا لإذاعة موريتانيا، شكرا لهذه الندوة التأبينية اللي تنظم لفقيد الوطن الفنان والإنسان سيداتي واللاب. وأعتقد بأنه كيف ما أشاروا الأساتذة قبلي أنه حقيقة هي خسارة كبيرة للبلد، خسارة كبيرة للذاكرة الثقافية في البلد. سيداتي واللاب بالنسبة لنا هي اللي أنا بعد اللي نقول أنه أساسا اللي قال له حسنت التأسيس، حسنت التكريس للدولة كامل كان مساهما فيها، وأن هذا الشيء يجيبه مولانا الشيخ نرواقيش، يعود اللحظات الفاصلة في تاريخ تأسيس الوطن، يعود حاضر فيها ويساهم بقدراته وكفاءاته الذاتية في أنه يصبح عنصر فعال في مرحلة التأسيس. المستوى الإعلامي كنا نقوله دائما بأن ظاهرة التحلق الجماعي على الإذاعة، واللي كانت مشهد يميز تأسيس الدولة الوطنية من 1960 وقبلها بسنوات أيضا، كانت تعكس رمزية خاصة، هي رمزية الجماعة القليلة عدديا المتناثرة ذراتها في هذا الفضاء الفسيح، والتي تريد أن تبني وطنا وأن تتأسس. كان المختار الداداه يقول: نحن وطن يتأسس. تحلق الجماعي للإذاعة كان يحمل تلك الرمزية، رمزية العناد، رمزية الطموح، رمزية الانبجاس، رمزية الانبثاق، وكانت لك دور كبير في وسيلة الإعلام كإذاعة. ولكن أيضا الرواد العمل الإذاعي في تلك الفترة ومن أهمهم سيداتي واللاب. لذلك بالنسبة لنا في الجيل ما هو فقط الأداء الفني، يقير الغموض المقدس، غموض التأسيس، قدسية التكريس، واكب الدولة في بداياتها وهي دولة متنازعة، واكبها وهي تكرس مؤسساتها التنموية في أوقيتها وفي تأميم فرما وفي قضاياها النضالية وفي قضاياها التنموية وإشكالاتها ومشاغلها اللي تواجهها كاملة، وعاد دائما إكهالة القدسية تزيد حتى في التعاطي مع شخصية مثل 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 كان بيودي أيضا أن هذا مساره هو، ما هو قاعد على مساره الفني، غير المسار اللي تزامن مع تأسيس بلد ووطن يتأسس. قبل ذلك من الضروري جدا التنبيه على سيداتي واللاب أنه سواء في بيئته
وفي تبيئته التي تنتج بيئة وبداوة عالمة كما أشار بروفيسور قبلي وكما أشار السفير أيضا، ولكنها أيضا بيئة حالمة شعرا وسحرا وجمالا، ومن بيئة أيضا تأدي قطعا بسهل أكد يقولوه الحسيان أصلا عود الحاس يعود هات فيه شهر مثلا شهر سابق مثلا هو رقاش متورس رقاش والسدم والنجرته والدته قرمي وفارق عليهم النينة واللي له يعود عقب ذاك ديمي. حقيقة المحيط بريديسبوزي مهيئ انه يعود يخرج منه فنان يجمع كل خصال هذه البيئة وكل حسناتها بمفهوم التجاوز. وزاد هو على ذاك انه زيادة على البعد الفني العادي، انه زيادة على ذلك ايضا واكب للمرحلة الاسطورية من مراحل التأسيس اللي مرتبطة بها، وكان دائما دائما في مساره كان مؤسسا. السيد عن جانب اخر ادبي مهم، حد كتب له مولانا انه يزامن في البيئه اللي فيها محمد لا دبا مولي، انا انه اذا كتب له مولانا انه يعود فنان ويعود اديب وراه شار ساعات السفير قبيل البعد القراني الحاضر بقوه ايضا في حفظ القران اللي حاضر بقوه جدا، معناه انه كان قد نفسره بانه سيداتي كفنان وكانسان انه كان من حظه وكان ايضا من كفاءته ان اصبح مؤسسا في كل مراحله. اسس في وجوده في الاذاعه، اسس بادخاله للجيتار، اسس بعزفه لاول نشيد وطني، واسس ايضا في انه رغم كل ذلك هو والد ديمي منتاب. وانا من الناس اللي اختم بهذه واحده من الحلقات اللي قد سولت عنها سنه 2000 مقابله مطوله في اخبار نواكشوط، قلت له احنا الجيل الجديد ما لا يعود يزعجك حتى انك عدت تعرف بسيداتي ابو ديمي. قال لي ما تزعجني تفخرني حتى، قال طلعت انا مولي هي ما تنكر به اللي ما يخالق ذيك الساعه، قال هي زادت على بعد جمع بين اسرتين فنيتين كبيرتين اهل 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 اب وليد اني مولي علمت اللي قال له ادب جماعه ولا ذيك ما هي مرده خصله سهله ولا توترث بالفطره زين لا بد لها من ميراث ولا بد لها من شكرا شكرا جزيلا. في اطار التعزيه اسمحوا لي ضيوف الكرام ان اقتبس لكم من كلام المدير العام لاذاعه موريتانيا عندما جاء معزيا للاسره الكريمه اسره هلاب، قال لهم اقتبس من كلامه، قال لهم نحن في الاذاعه نعتبر باننا هم اهل سيداتي وخاصته، وانتظرنا قليلا كي تاتمونا معزين وها نحن جئناكم نعزيكم. انتهى الاستشهاد. اذا في اطار تعزيه الاذاعه للوطن باكمله ناخذ مداخله لزميل محمد سيد محمود تابينا وتعزيه كذلك للوطن. إثر رحمة المغفور له فقيد الفن والأخلاق والأدب المرحوم سيداتي ولابو زريابي ومعبدي وموصلي موريتانيا، كتبت هذه القصيدة باسم المدير العام للإذاعة الوطنية السيد سيدي مولود والإبراهيم وكافة عمالها تعزية في الفقيد. المعزي في الذات مثل المعزى، قد فقدنا جميعنا اليوم رمزا، وفقدنا أيقونة عبقريا وفضيلا له الفضائل تعزى، كان طودا به يلاذ إذا ما هز خطب فها به الخطب هزا، ففقدنا بفقده حاتميا وكريما لم يكنز المال كنزا، ورزئنا في منفق أريحي للمساكين كان أمنا وخبزا، كان حلوا إنشاده عن دليبا وسواه نشيده كان مزا، عابدا زاهدا كثير ركوع وسجود عليهما سوف يجزى. شكرا جميل جزيلا للزميل محمد بن محمود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة. الأستاذ الفنان باب والحمبارة وهو رئيس اتحاد الفنانين الموريتانيين، كلمتكم الأولى في الذاتي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. أول شيء بعد نقول والله يرحمه إن شاء الله، اللهم ارحم له واغفر له واعف عنه واعف عنه وعافيه إن شاء الله. أنا شاكركم، شاكر الإذاعة الوطنية مديرا وعمالا، شاكركم صفة خاصة
محمد الصوينة على 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 هذا النداء اللي راجع الله ان شاء الله ان يعود على المستوى اللي قد نتكلم عن سيداتي واللاب. سيداتي واللاب واحد يتكلم عنه قال يعود يعرف عنه اللي يتكلم عن موريتان. سيداتي شخصية جابها مولانا لهذا الوطن اللي هو اللي زادت نقول لك عنها من قيمة اللي ينقاله الفنان الموريتاني. سيداتي يتحلى بشخصية ما هي عادية بأخلاقها. كيف قال لك قبيل هو مغني مع الرغم انه زين حسه وزين تدينيته ووصيته مغني وله جايته من الأغنى فالأغناها ما قد وظفه انه لا يسيء بها على حد يسوى هو منه. هو الأديب والمغني ويجيو يمدح ويشمت هذه واحدة من ميزاته ومن خصائله. سيداتي الفنان ظهر لي الله على أنه تعرفوا كاملين على أن الصوت اللي عند سيداتي واللاب من ناحية الفنية حتسمعوا يعرف عنه صوت ما هو طبيعي. سيداتي الفنان سنأتي إليه إن شاء الله. ما شاء الله على الحي وعلى الميت الراجل يبرم الفوق ويبرم التحت. قالت لي والدتي يعطيها الرحمة على أنها ليلة الاثنين عنهم كانوا يركبوا ما عندهم البجوان ماشيين البليدة يجبر فيها راديو موريتاني إياك يسمعوا صوت سيداتي واللاب زين. وسيداتي رمز ذات رمز شكرا باللي حصل له الشرف على انه حضر في تاسيس هذه الدوله اللي هي وغنى لها وعدل لها التلاحين اللي مولي ما عقبتها تلاحين قلت له زين منها زين ما هي عاديه بها الزين وعفويه الفنان باب وراجع ان شاء الله الفنان باب في الجزئيات في الجزئيات الفنيه حتى من ذا اللي ينقالوا شعري قاون وذا اللي ينقالوا ذيك المسائل كاملة الفنية لهنا رجع عليك إن شاء الله. لا اسمح لي نختار نقول لك لأنك قد سمعت مردة عن سيداتي واللاب على أنها تفخر وتزيد وتعطي قيمة اللي ينقالوا الفنان الموريتاني والله ساد اللي ينقالوا يكيو. أنا قد قال لي حد من مقربين سيداتي على أنه كان من ينادي حد يجي وحده ما يجي بتتينيته يقول له سيداتي تدنيت منين يقول له أنا وهي ما نسياني يليق بي أنا اللي ما يليق بها هي حنشوف المجلس اللي عاد المجلس يليق بها هي لا يتجي يقريب ولا عاد المجلس ما يليق بها هي خارج ياسر من الإهانة لا بد لها من مجلس رازيين ومجلس متاسع ومجلس صنتلها وذا معدل تماما معدل تماما. الزميل سدوم والبيبو ليدا ورئيس تجمع الفنانين الموسيقيين الموريتانيين كلمتكم الأولى في سيداتي. شكرا زميلي وخوي وصديقي محمد ومن خلالك لإذاعة موريتانيا على هكذا برامج اجتماعية وثقافية تسلط الضوء على شخصيات أحبت هذا الوطن وقدمت له في خدمته الغالي والنفيس ودعته تاركة وراءها بصمات وسجل ذهبي خالد ومحل اتفاق من أمثال المرحوم سيداتي واللاب. استدعيتوني هون بصفتي الرسمية كرئيس تجمع الموسيقيين الموريتانيين لكني ما رأي صفة شخصية أكثر رسمية من تعتبروني حد أبناء سيداتي وهو كذلك لا أعتبر أحمد ولا سدوم أولاده أكثر مني وهو مولي الله يرحمه ما كان يعتبرهم أولاده أكثر مني ولكن على كل حال ما علينا راني رئيس تجمع الموسيقيين الموريتانيين ولو أنكم ضيقتم واسعا. هون بصفتي رئيس تجمع الموسيقيين الموريتانيين باسم هذا التجمع نعزي الشعب الموريتاني كامل فقيده هو فقيد موريتاني كامل سيداتي واللاب لأنه رجل من الرجال اللي كانوا حاضرين لوضع اللبنات الأولى من تأسيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إذا يعني تعزى فيه موريتاني كامل وفقده متحس به كل موريتاني اسوا الصغير صنت له ولسوا ما يصنت له سيداتي حد اسمه والله سمع باسمه إذا تترأى له موريتاني فهم مساعد يقول سيداتي واللاب موريتاني عاد في تخمام المتلقي
هون قلت لك اني معزي الشعب الموريتاني بهذه المناسبه. وبما انك استدعيتني كرئيس تجمع الموسيقى الموريتاني نختار نذكر هون طبعا في اطار الندوه نختار نذكر هون سيداتي ولاب كان من الاوائل ولا من الشخصيات الفنانين دولين فطن وسعه التالم شامل الفنانين الموريتانيين وللعمل الجمعوي من الناس الاولي نفكروا فيه والله قاع لانه كان في 1976 على ما اذكر انه انتمى اولا لرابطه الادباء ورابطه موريتانيا رابطه الموريتانيا الادباء والفنانين الادباء والفنانين 76 وعقب ذيك مولي عقب منها عدى اسس هو رابطه الفنانين الموريتانيين برئاسته. اذا كان من الناس الاولى تفكر في لم شمل الفنانين الموريتانيين هذا بعضك. شكرا جزيلا. ما زلتم مستمعي الكرام تستمعون للندوة التأبينية التي تقيمها إذاعة موريتانيا تأبينا وترحما على روح فقيد الوطن الفنان الرمز سيداتي واللاب. نأتي الآن إلى المحور الثاني وهو سيداتي الفنان ونتيح الفرصة للدكتور محمد والبوعليبة لتأصيل هذه المسألة وهو باحث في المجال ونتيح له الفرصة كذلك ليسمعنا مقاطع صوتية من الفنان الرمز ويعلق عليه الضيوف تبع. طيب كما ذكرت سلفا ومن مواطن التجديد التي جاء بها سيداتي هي أنه في بعض مقامات الموسيقى وبعض الظهورة أو الردفة كثيرا ما نلاحظ أن سيداتي يحاول أنه يقربها إلى القارئ العربي من خلال بعض الشواهد بالشعر العربي الفصيح، وهو أيضا من خلال بحثه يبحث عن روائع الشعر العربي القديم، مثلا امرؤ القيس يشوهد به الفائز، فلنأخذ مقطعا من الفائز مثلا بغنائه وهو إحدى روائعه فلنستمع إليه. وبما أن الفائز هو مقام إلى حد ما للموعظة لكنه أيضا في الأخلاق، وما دمنا نتكلم عن أخلاق سيداتي فإنه بإعطائه هذا الشاهد من الشعر الفصيح إنما يقدم درسا للأخلاق في الأخلاق للموريتانيين ولمستمعيه. تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي تعلمي ولو خالها تخفى على الناس تعلمي ولو خالها تخفى على الناس تعلمي طبعا هذا المقطع من تسجيل إذاعة موريتانيا وهو لزهير بن أبي سلمى عفوا إذا كنت أضفته لامرئ القيس. ثم إن سيداتي أيضا أبدع في مواطن كثيرة في الفن الموسيقي لا فقط باستحضاره للشعر العربي غناء وإنما أيضا غنى روائع محمد لدب، غنى روائع القصري، غنى روائع كل من أبدع في الغناء الحساني.
ذكرت سابقا بأنه أيضا كان يستحضر قصائد ابن الفارض، وكان يستحضر قيس بن ذريح، وكان يستحضر أيضا في غنائه ذي الرم. إذن للشعر العربي حضور واضح في فنه. بطبيعة الحال يمكن الاستماع أيضا إلى مقطع آخر من شعر الفرد. أشهدك في الآفاق أشهدك الطالعة، أشهدك في الآفاق ما أشهدك الطالع يا طلعة المشني الطوالع، إلى طلعة المشرين الطوالع، يا طلعة المشرين الطوالع، المشرين الطوالع. في عزة في ميدان السبق واكتفت به عن سواه في البلاد المسامة، في حسن في ميدان السبق اكتفت لي عن سواه في البلاد المسامع، امرا مشهد قول ما قلت انما تقطي اعناق الرجال المطامع، المطامع ولا سيما ان كنت تجد مكررا نبرق بدا من جانب الغول دامع، ولا سيما ان كنت تجد مكررا ولا سيما ان كنت تجد مكررا نبرق بدا من جانب الغول دامع. هسكي هذا بعد احسنتم الاختيار دكتور، وهذا كذلك من تسجيلات إذاعة موريتانيا. إذاعة موريتانيا نعم. كذلك ايضا غنى شعر الفرزدق في هذا النموذج الذي اخترته. تعرف البطحة وطتهم، ها اللي تعرف البطحة وطتهم والبيت يعرفهم، والحل والحرم والحلم والحلو على ابن فاطمة إن كنت جاهلهم، وعلى ابن فاطمة إن كنت جاهلهم، وعلى ابن فاطمة إن كنت جاهلهم، بشد أنبياء الله قد قتم، بشد أنبياء الله لا. شكرا جزيلا. الفرزدق في مدح علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ويمكن أخذ مقطع أخير وهو من العسيري في مداخلة أخرى. في مداخلة أخرى نعم يمكن ونأخذ. طيب نأخذ نموذج آخر من العسيري اللي هو بياض مكة،
بن الفارض. ظل المتيم واهتدى بضلاله وفي ذلك الشعب اليماني من يتم من يد الصبي قد بعدت على آماله من يتم الصبي قد بعدت على آماله يا صاحبي هذا العقيق فقه به متوالها إن كنت لست بوالها فقه به متوالها إن كنت لست بوالها فقه به متوالها فقه به متوالها إن كنت لست بوالها إن كنت لست بوالها كنت لست بوالد وانظره عني إن طرفي عاقني إرسال دمعي فيه عن إرساله إن دمعي عاقني إرسال دمعي فيه عن إرساله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شكرا جزيلا. وهذا التسجيل الأخير كذلك من تسجيلات إذاعة موريتانيا. من تسجيلات إذاعة موريتانيا نعم. هو متن اشتغلت عليه السنين واخترت منه هذه المقاطع لأبين أنه من الناحية الفنية من ناحية العزف هذا مكتمل سواء الفائز سواء بياض مكة العسيري وسواء في مقامات أخرى فالشاعر الفنان متمكن. وكما رأيتم ما أحسن هذا الأداء وما أحسن هذا الصوت هذا الصوت العذب هو كذلك لالتأمت حوله وجدان كل الموريتانيين كل البيضان في مختلف هذه الصحراء. وبالتالي من خلال هذا الالتئام يصبح سيداتي واللابا رمزا من رموز هذا الوطن حقيقة لأنه التأم وجدان كل الموريتانيين حوله من خلال هذا الصوت العذب ومن خلال هذا الأداء المتقون تدني تتقنها الرجل. وهذا ما أردت. شكرا جزيلا الأستاذ أنبا تعليقكم على سيداتي الفنان. مداخلة الدكتور كانت شاملة غربات هو لابد وما ما ما كافيه ما كافيه مثلا مداخلة واحدة ولا ثنتين. أنا نقول عنه أطرب المجتمع الموريتاني وهذا فيه دور أساسي. أنتم تعرفوا دور سيداتي يرحمه في الصعيد الموسيقي لا يصنع بيّن دور الموسيقى في توحيد الشعب الموريتاني في سنة الاستقلال هون سنوات الاستقلال الأولى عندما كانت الإذاعة تبثه سيداتي ليلة الاثنين وكانت الناس تقاع استحلابها ليني وفهو سيداتي هذا الهول
هذو الردات اللي عرفوا بهم أهل القبلة عن أهل التقى أنت لا كيفتهم وعرفوا أهل الشرق عن أهل عن هذا لا. هذا مثلا دور توحيدي دائما نقول عن المرحوم سيداتي والمرحوم محمد بن سيد إبراهيم عنهم قاموا به. هذه الناس كانت متنافرة ولا فيها اللي ماسي عن لوخر قاع كيف توهول ولا كيف توغنى عرفت عن ذا واحد كامل بعد قاع وهذا أساسي ويدعموا الرمزية. هذا يدعموا الرمزية والإذاعة الوطنية جزاء الله خيرا ما تخلص له ما تخلص له به اللي حدثني حد من مسؤولين هالأوائل أنه خلال سنتين والله ثلاثة الأوائل عن نسبة مئوية لا بأس بها من ميزانيتها عنها من طلباته لسداتي. هذا ما ينسى. ثانيا معناها عني نختير لذكراه وهذا طلب وجهه على الهواء أن يخلد اسمه يعطى له اسم واحد من استديوهات إذاعة موريتانيا استديو سداتي ولا كما قيم به مع الأستاذ المرحوم محمد بن سيد إبراهيم. أخيرا ونحن الآن في استديو المرحوم محمد بن سيد إبراهيم رحمة الله عليه. أخيرا هذه اللي سمعنا بركاتية الدكتور مقاطع جميلة جدا يا غير أن نطلب من إذاعة موريتانيا نطلب من الدكتور وكل من عنده مقطع نعرفه في إذاعة موريتانيا هو أجمل اللي قد يجبر من المقاطع فيها وفي غيرها أبيات محمد للطلبة في البياض يا راعي الذودي الهجاء نقف معي سقاك هذا من اسم حد يعرف عنه يعرف بعد قاعد عنه شعره زين طبعا وصوته زين يغير عن ذا اللي مغني بهم واللي فاهم معناه واحد مغني بشي ما هو فاهم معناه الردة وأمصيكم كاملين عليه نختار إذا عاد تستخرجوا منها جبار. الأستاذ الحسن والملاعلي لا تكمل في نعم. إطار في السياق اللي كان يقول أستاذ محمد قضية التوحيد دكتور تحدث عن مقاطع من الشعر العربي القديم مختلف عصور وغناها سيداتي رحمة الله عليه بعض المدونين تحدث عن ذلك بصورة وسع جاب ذلك كامل القطع النبي سيداتي من الشعر ومن الغناء وقال وقلت كاملين وعرف قاع عن سيداتي طبعا رحمة الله عليها أنه ناشئ في بيئة أدبية وفي بيئة طبيعية مولية تشجع ذلك وأنه غنى الولاد هبه وغنى التقانس كاملين غير مولي في طار توحيد وله الموريتاني سيداتي غنى للناس كاملة وغنى لبيات قصيدة محمد الطلبة أقول لراعي الذودي بين سليشل وضبت والعينان تنهملاني هذا ما قارجش على تقانت هذا مناطق الشيري وعائلتي هبت علي بلا مهل كذلك وقفت على الطليلي بالطليلي حزينا من طليلي معناها عنه حقيقة كيف قال استطاع أنه فعلا يوحد الذائقة الموريتانية وأكد وحدتها هي وحدة كانت غير ما كانت تعرف عنها وحدة أكد وحدتها جزاه الله خير الأستاذ أحمد في الجانب المحور سيداتي الفنان سيداتي الفنان دع اللي قلتوا عنه والله لأنه ببالي قد زاد بشيء كبير نختار نضيف على لاك حسن الصوت اللي مجمع عليه وصفاء وتمكنه إنه ملي صوته أطغى على عزفه زين التدنيت هو أستاذ في التدنيت عنده تدنيت هلاب وتدنيت هلهم مدفع وإبداعاته هو على ذلك يعني أنه ويقول لك أنهم عندهم برمة بذلت أصبع بعض الفنانين مدارس يبرموا بصبعين هو يبرم بثلاثة لكن اللي يعطيه هي تدنيته من بين التدنات تظهر كثيرا بيلي النوطات يجبروا حقهم كلها واحد ثانيا فاللي قط طانا قال لي بعض الناس وقالت لي والدتي الله يرحمها وأكدوا لي نهار إذا حد إن هذا ذكر لا إله إلا الله إن أول حد قناه هو الفنانين يمدحوا لغير هو داروا صحبوا بالغناء وبالقصائد وبالطلع يبدأ به دائما
وحتى بعض الأحيان يعود في أثناء الغناء في نص القصيد يذاكر وفي نهايته، معناه أنه تميز أيضا بذيك بذيك الميزة اللي ذيك. إذن أنه نحن نقول الله أنه توفى ظاهرة. شكرا إن شاء الله. دكتور الحسين أنا شكرا جزيلا. أنا الجانب الفني ماني لها إقبالنا طولوا فيه ماني لها نطول فيه فيه اللي لساتذك فأنا ماني إقبالنا. كان عندنا نقطتين اختيار الشير لهم، واحدة لهم الأخبار البعد بعد التوحيد مفهوم الوحدة بعد اللي يسكن سيداتي سواء كفنان وسواء لاحقا أيضا في الإذاعة. هذا كان حاضر دائما وهو اللي قلت أنه من أكبر الميزات زيادة على بعده هو الفني وعلى بيئته اللي حاضنة واللي مشجع على ذاك ساعد. ذاك كان حد من قدام الموريتانيين يقول أن موريتاني أنها بناه ثلاث أشياء، نبنات الاندروهير والإذاعة والقرد، معناها الاتصالات والمواصلات والأسلاك النظامية اللي الجيش يستعملها تخلق خالقينا. لذلك الإذاعة كان دورها كبير جدا وكان هو من كبار الناس. وقد مرة سولته قال لي أنا من أخبار الشهرة اللي وصلت هذه الساعة أغاني وهذا التحلق اللي كان يخلق عليها مسائل اثنين. قال لي التجار موريتان كان حد منهم يجي لندر يقول لهم ترانزستور هذه يمكن نظرت، يقول لهم دورة واحدة، يقول له صاحب البوتيك أي نوع منه، يقول له ذاك اللي وخال سيداتي، ذاك اللي وخال سيداتي. وشبه كان كان كانت سمعته طبقت له وكانت وسيلة الإعلام دور كبير كما هو له دور كبير في تكريس وحدة الوطن ووحدة الذائقة الشعرية والذائقة الأدبية والفنية. كانت أيضا وسيلة الإعلام اللي هي الإذاعة بحجم انتشارها وبحجم كانت أيضا ساهمت في نشر المزيد من 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 شهرة سيداتي. كان عندي جانب آخر يرتبط بالجانب الأدبي كيف شاء البروفيسور دكتور محمد أبو علي بضار، مهم جدا خصوصا أنه ساهم في المزيد من تعريب الحسانية والمزيد مولي أيضا من احتضان فضاءات واسعة من المحيط الساحل بصفة عامة للفن. غير سيداتي واللاب ما قد مولي نفصله عن أنه مساهمته في نشر الثقافة الحسانية والأدب الحساني من مدارسه المختلفة. ولو نشر فقط لا مدرسة كانت لكفته بها ساطنة الفن، غير زيادة على ذاك ساطنة الأدب اللي فيها، زيادة على ذاك ساهم أيضا وجوده نواكشوه انتقاله اللي داع المزيد من التمازج المزيد من خلق ذائقة موحدة فيها. وقد عنه أبدع فيها. كان يقول لي أنه كان رداس يسمعوا دائما خطأ هليين فصلنا تفتح بهم اللي داع أكوه هو اللي في الحر توحي بدرجة كبيرة من انبثاق شيلاهية هي تفتح بها أصلا، ما كان مزاد تفتح بها ورق كانت أصلا تعود ميدي تفتح بها. قال لي وقال والله السروزي رخو سروزي قال لي معه كان هو اللي خابته. زيادة على ذاك الصوت اللي انت سمع أم اللي صوت جهوريته وحنانه ودفؤه حاضر حتى ويتلائم كثيرا قد يعود في بعض من الحالات مع لحظات التأمل اللي تعود للناس اللي في الصحراء ولحظات التأمل اللي يتكيف معها حتى. ونسمعوا بعض من التسجيلات ومع الإذاعة في التلفزيون يقولوا دائما انه يسول عن انه خرز يقولوا انت عندك سنتين منهم والله ثلاثة، يقول لهم حق مرة نعبل بحشيشة يقول لهم رقيقة ومرة نعبلها كبيرة. خالق نقطة أخرى قلت عود انطباعية غير بعد مونك الحديث عنها، سيداتي كان يتميز بدرجة من القبول كبيرة جدا أداء الصوتي. فهم اللي أحسن من الصوت الشيخ واللاب أحسن كان من الصوت حسب الذائقة. بعض من الناس بعد اللي يقول لك يقار هو درجة القبول اللي يتميز اللي صوته أيضا. هذه الشيء يطيه اللام زين حتى الله من ذلنا اللاك إذا قلنا واللي أحمد وراء شعره مرفوض وخالقين واحدين أشعر منه يقار هو اللي تميز بدرجة من القبول والدفء. وعادة في الفن إياك يعود مقبول وإياك يعود مرفوض، مونك يتخلطوا في ثلاث حواس اليد والرأس من خلال التفكير والقلب من خلال الحب والتعلق بالمهنة اللي فيها، وهو عندنا لا يخلط بين ذلك. ناقزين نعم أحمد تحلق القال عليه عند نباط مرد دباط والله طريفة قط هو ردها علينا. وسابقنا الحق يقول أنه غنى ملي عبد الرحيم البراعي كيف شرع لذاك مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت فينا ولية من أولياء الله كانت تجيها سكتة تخلق لها
ولا تفيق يكون لين يغني له هو ديوان عبد الرحيم البرعي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أيوة عبد الرحيم الصوت اللي قال قلته درجاته اللي عنده كان هو صوته قوي وبرمه برم 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 متقون وكان لين يعود العبار مات اللي قد يلحقه يرقق الصوت ويبرم في الرقيق ويرجع الى ترانزيسيون بل الرجوع هو صعب شيء يرجع البل منين خلى الرجوع يرجع البل منين جاي من اذا انه كان عنده قدرات ما يخالق ما اعطاها له حفظه الله بها. هاي قضيه الاذاعه تمينا في السبعينيات جاء راجل كبير جاني القايله في الدار انا نذكره صغير وقال له سيداتي ولا بانا جايك في سالك دين. قال له الله لي الدين شنو؟ قال له العام الفلاني كنا في البلد الفلاني وعندي رجو كرير دائما نوعية زينة هي نوعية الرجو دائما اللي الاثنين نسمعوا ياك الهول الزين وانا هولك زين عندي وخال قليلة وحاصل عليه ياسر من الناس كنا نتعشى إلين وانت صنتوا لك انت إلين سكت ما بطيت وفذ قلت للمرأة لا تنفضحوا في ذا الشاعر هذا الفنان يلا لاغروا مدة تعرف له شيء وقبلنا ذيك الرجو قالوا ومليناها من كسكس الزين والدهن الزين ومن عاقبها ما قط تكلم قالوا كفى علم الله إلا صاب الله يرحمه ومشى وجاب له رجو صان يوم ذوك اللي فيهم دوب الكاسيت وعطاها له كيف شي بلا جميل من اللي عند الله يرحمه الأستاذ الفنانة بابا جانب سيداتي الله يرحمه جانب الفني نختار الشعر هون على أنه قدرته الصوتيه اللي كان يشرع لي ذاك احمد ذوك الردات اللي كان يعدل لا نختار بعض نلفت انتباهكم عنهم ما هم الا ذاك الجيل وحده نختاركم تعرفوا عنهم الجيل اليوم يستهلكهم اللي منها كامل قد يعطيه الله قدره انه يستهلك منهم شيء يوظفوا اليوم كردات زين كردات معناها انهم صالحات عبر الاجيال ومازالوا مازالوا كردات ونقول لك على انه قط سمعت له بيت حرب فيه ردة واحدة قطعا حسبتها فيها 11 برمى ما سكت سكي معاهم منين الله يرحمه مت علي قال لي حد انه يفتزينه مع ذا الفندر وقال حد انه هناك شوط هون انه فندر والله في القوارب انشد بيت حرب ردة واحدة قطعا عنه ما تنفس فيها وحسبت برمها فك حال فاقو جاتني في 11 برمى سكي أقول لك هي قدرته الصوتية بعد معناه قدرته الصوتية ما هي بسيطة وفعلا صوته مملكي قال لك أطقى على تدينيتو سيدات تدينيتو طيبة بشكل رهيب هو أزوان يقولوا إن سمعوا يقاون يقولوا على إنه علته في الطيب سيدات تدينيتو طيبة وإذا قاع واضح على إنه لو كانت ما طيبة ما يقدر يقول عليها ذاك بذيك الدرجة التمان وكت فهمت القاعدة لا قد واحد سوزين غالي ما يقدر يقول ذاك بذيك درجة التمان وكت ما إن هي معاونته طيبة ما في الكلمة من معنى زين رحمة الله عينه وعليه سدهم في نفس الجزئية سيداتي الفنان هنا داري نأكد أنه يعتبر بالروحي الموسيقى الموريتانية على شكل الحال كيف كان يقول بابا حالا فيها ردات مازالوا يغنوا حالا ومازالها يغنى من ردات سيداتي اعتبروا يعتبر الأب الروحي للموسيقى الموريتانية في شكلها الحالي ونختار مولي نأكد أنه من ضمن أوائل العاد من الفنانين اللي اعتمدوا القصائد العربية الشعر العربي وعادوا غنوه رسميا فهولهم بصفة رسمية سمعت وعاد مرجعية من ذاك الجانب ونختار أن نقول أنه هو أول رقاش صمت أكد أنا منها غنى عدل الليين شبه مقام الليين كانوا يخوطوا في ردات صحيح يغنى ما كان يغنى فيه كمقام كشبه صحيح. مقام سيداتي لا سيداتي خلق منه خلق فيه عادي تناول فيه عاد جزء عاد شبه الليين مقام. طبعا اللي هو رخو مقدم زين الليين وتوب الليين لا الليين وتوب هي رخو فيها زين الليين عدرو سيداتي شبه مقام هو اللي عدرو يغنى فيه رسميا سمعت عاد وبخلق قضية أخرى نختار السيرة لهن سيداتي مثلا كل ما أي فنان مثلا كل ما طلع أزاي شي من الناس أنا بعد منه وزلا يضعف سمعتوا
سيداتي كل ما طلع عزاي كل ما تمونك سيداتي انتصت بحشيته سمعت انتصت بحشيته وعاد مرتاح كل ما طلع عزاي ارتاح سيداتي معناها قدراته ما شاء الله كل ما قض كل ما خنك كل ما قض عزاي كل ما خنك سيداتي قال كل ما انتصر كل ما تمونك وقام ماشي عون إذا الباطة باختصار في نفس المحور مداخلة ثانية للقام الوطني محمد محمود الودادي الباحثين أغلبيتهم يقولوا لأن الفن مولد الحوض والله بعد في نسخته جديدة والتقانت عندهم منه نوع قريب من الحوض والتقانت طبعا فيه أسرتين شهيرات على الأقل هذا الطرف الوسط من التقانت والشرقي وأسرة أخرى بالنسبة للجنوب منها الغربي في دوعيش اللي هما أسر الهمد وال وكذلك أسر لنجرتو ولكن هذا كامل متقارب ما في شيء متباعد ليد ولاب والهمد وال وطبعا غيرهم هذو الأسر الثلاثة و المجموعات اللي تابعين لهم يشابهوا في ياسر من الأمور خاصة بالفن سيداتي إذن سليل هذو الأسر الثلاثة عنده جد من تيد وهو من السد أم الانجارت وأولاد عمه في دوعيش وجده هو اللي انتقل لأهل الرشيد وسكن معهم ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر أمه بنت الزمل قرمي تحدثنا عنها إذن فنه فن تقانت يغير عنده روافد من الحوض بي اللي قال لي لأن خالق واحد قالوا محمد البدادة شهير الله. محمد البدادة جاء من الحوض في الأربعينات ذيك الساعة السيدات يمكن أنه عاد له يتفقرش والله تفقرش شبابه وتعلم منه وتعلمت منه الناس الأخرى لأنه مشى وفي ذاك الوقت فما مشايخ يستمعوا له كيف الشيخ أحمد الله دبا وهو هذا والبدادة مشي للتامورت ورمل لي فنانة عظيمة قال لها ملم تهمد فعل شهيرة مهليد واستقوا منها جدد لهم قول لنا جدد لهم هولهم اليوم التقانت وفي الخمسينات جاء راجل آخر من الحوض قال له النابغة وزاد هو أضاف الجديد كامل اللي في الحوض أضافه لهم وقبضوه من عنده خاصة سيداتي إذا سيداتي كان دائما يجدد وهذا من ميزاته سيداتي أعطاه الله قدرة كبيرة في الإنشاد ولذلك فنه إنشادي هو اللي بدأ به وهو اللي ملي سميه عاد ميزة طابع من عنده والميزة الأخرى عند سيداتي هو الشعر كيف تعرفوا الشعر كان يعدل به نحايا أبيات وتقريبا بحور أصوان كاملة فيها نحاية فيها أبيات من الشعر مختلفة غير سيداتي نعم وسيداتي هو من نفسه في الحقيقة غنى بالقصائد هذه ميزته هذا كان موجود من مناطق أخرى خاصة من القبلة احنا ما كنا نعرفها سيداتي هون اللي إنجل نواكشوط كان يغيب له سنوات 64 ابتداء من 64 كان دائما يجي دائما سابق ذاك يعني 64 التقى بشخصيات هون من انتاجه أرواج كبار كانوا مهم عندهم يغني لهم بالشعر الفصيح مثل يعقوب اللي بو مدينة مثل محمد والشيخ والجدو هذو بطبيعة الحال أعطاه طابع خاص لأغنى سيداتي وهو السيداتي وعقب تفنن فيه مات لقيس بن الملوح غير عاد الشعر الطابع الصوفي كيف تشعر من الفارض بصورة خاصة سجل منه قصائد عديدة إذن هذا هو فن سيداتي شكرا جزيلا للقامة الوطنية محمد محمود والودادي ندخل إلى المحور الأخير وهو سيداتي الرمز دكتور محمد الوعليبة سنبدأ معكم في هذا المحور لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أسمعكم مداخلة للشيخ الخليل النحوي كان من المفروض أن يكون معنا في هذه الندوة لكن
نتيجة لظروف قاهرة أرسل لي عبر الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا في البداية على الدعوة الكريمة، ومعذرة إن أنا لم أتمكن من الحضور لشواغل ضاغطة متصلة بترتيبات سفر، وهي مناسبة أغتنمها لأعزية أسرة الفقيد العلم سداتي اللاب رحمة الله عليه وأسرته الكبرى أهل البلاد جميعا. سداتي بالتأكيد من أكبر فناني البلد، يعزى فيه أهل الفن ومتذوقوه، ولكنه أيضا رجل وطني شهم معروف بخلقه وتواضعه وأريحيته، شهدت ذلك فيه عن كثب، ويعزى فيه من هذه الأوجه أيضا كل أهل البلد وكل حملة القيم، ويعزى فيه أهل الأدب تعزية خاصة لأسباب منها ذوقه الأدبي، فهو متميز بحسن اختياراته الأدبية وحسن انتقائه لرقائق الأشعار، أشعار المحبة والمديح وأشعار الذوق، انتقاءته جيدة، وهو من أولئك الذين يجتهدون في تحري السلامة اللغوية في انتقاءاتهم. وإلى ذلك غنى نصوصا ذات ذوق، ذات طعم خاص ونكهة خاصة ونفس إيماني خاص، منها الأنشودة المعروفة للشيخ باب والشيخ سديها كل للإله ناصرة. سداتي أيضا له ذمة في أعناق أهل الأدب، أذكر أنه عندما تأسست الرابطة الموريتانية للأداب والفنون، وهي النواة الأولى لاتحاد الأدباء والكتاب في البلد، حرص سداتي رحمة الله عليه وبمبادرة منه، وكان الوحيد الذي أخذ مبادرة من هذا النوع على أن ينظم دعوة جفلة لأهل الآداب والفنون احتفاء بميلاد الرابطة. كانت مبادرة رجل محب لوطنه، رجل أريحي الشهم. سداتي علم من أعلام البلد بمعايير كثيرة، ويعزى فيه جميع أهل البلد وكل متذوق هينماته بالهيللة وترانيمه برقائق الأشعار، أشعار الوجد والذوق والمحبة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله حسنات محضرات في ميزانه، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. شكرا جزيلا للشيخ الخليل النحوي على هذه المداخلة القيمة. في إطار دائما المراثي، في اليوم الأول أرسل الشيخ محمد الحسن ولد دو القاف سيداتي من خيرة العيان والفتيان، وبيها سنت يعطيها الرحمة والرضوان ويبارك في عياله حتى، وندور نعزي موريتان في الداتي ونعزي كنت مراثي كثيرة نقتطف منها. كذلك قاف قايلو محمد الزين والمحمد، ما هل لا تعز كنت بعد في سيداتي لماتي، هذه موريتاني حتى تعز زاد في سيداتي. دكتور الرمزية، رمزية سيداتي عند الموريتانيين. الإتحال ما أود أن أقوله في هذا الشأن هو أن الموريتانيين يجب أن لا يستغربوا نبوة سيداتي ولا رمزيته، فهو ينتمي لأسرة أهل نجارتو وسدوم لنجارتو الذي نشأ قبل 3 قرون من الآن. وسدوم لنجارتو هو واضع البصمات الأولى على الثقافة الحسانية في هذه البلاد، الغناء
الغناء الحساني من أوائل الناس الذي أبدع وأجاد في الغناء الحساني وفي الموسيقى في الموسيقى الحسانية. معناه أنه هذا تقليد عريق لهذه الأسرة دام 3 قرون من الزمن، ويعد سيداتي إحدى حلقات هذا التقليد اللي أصبح عريقا جدا. وهذه الأسرة حكما طبعت يعني مع نشأة المجتمع البيضاني الذي نشأ قبل 5 قرون، يمكن أن تكون هذه الأسرة وغيرها من الأسر البارزة في تاريخ ذي التراب إنها من إحدى مكونات المجتمع البيضاني وثقافته. فسدوم اللنجارتو أبدع الكثير في الشعر الحساني، أبدع الرسم وأبدع في كثير. معناها سيداتي حلقة طبعا منيرة في هذه المراحل اللاحقة من تاريخ هذه الأسرة، ولا نرجو أن يكون خاتمة لها، فهناك نوابغ سيظهرون في هذه الأسرة أطال الله بقاء أفرادها. و إذن رمزية سيداتي تحدث عنها الكثير، كل الناس تحدثوا عن رمزية سيداتي خلال هذه 50 سنة الفائتة. طبعا هو حاضر في قلوب كل الموريتانيين. طبعا لا كفنان فقط، ولكن شخصية التأمت حولها كما ذكرت سابقا، التأم حولها وجدان كل هذه المجتمعات، لا فقط في حدود موريتانيا بل المجتمعات البيضانية من مالي، من الجزائر، من النيجر، الصحراء، يعني معناها بالتالي أصبح رمزا للجميع. وأعتقد أني خلال لقاءاتي به كنت أحس نوعا من المسؤولية التاريخية أو نوع من الامتداد التاريخي لما أسسه سدوم الجد. زين، هذا تلمسه من خلال الحديث معه. إذن هذه الرمزية تمثلت كما قلت في حسن اختياره وحسن أدائه الفني وحسن أدائه الشعري. وطبعا هذا الشيء يكبر له، ولكن لا نستغرب إطلاقا منه ذلك، فهو يعي التاريخ ويعي وجوده كشخص يجب أن يكون له دور في المجتمع. تذكرون ديمي كيف كانت قمة في الوطنية وفي الغيرة على الوطن، يعني هذا شيء هنا يجب أن يذكر في هذا المقام بالذات، بأن إحساسهم الوطني، إحساس هذه الأسرة بالوطن وحبها له وحبها للثقافة الوطنية وحب مشاهد للجميع، وكل الموريتانيين ممنونين به، وهذا واضح ولا يحتاج إلى تأمل. زين، طبعا إحساس كان مرهف الأستاذ دمبو في نفس المحور سيداتي الرمز. الحقيقة لا ما إلا نطول بي اللي كل ما اللي كنا نقوله كامل الليلة يدل على رمزية سيداتي. ودليل آخر هو أننا نحن شعب من ثقافة الرحل في أماكننا، ولكن الرحل أيضا في ذاكرتنا وفي تفكيرنا. معناها أننا لا نعطي للأحياء قيمة، ما نعطي للأحياء قيمة. يغير بعد هو ما زال يمشي بيننا، والعلم بعد كما أعطيناها قيمته اللي يستحق، نعرفه بعد عنه رمز هو ماشي. وهذا صحيح، قليل أن تجد إنسان مازال متواطي تشوفه يمشي يقوله يمشي في الأسواق ويأكل الطعام وتقبل عنه رمز، ما هو كنت ما تشوفه كأنك ترى العالم الوطني. والله تراعي في رواية بعد حتى قاعد لسه ما تعرف شنو هذا اللي تراعي في رواية كبيرة بعد، أناقة وصوتا
ويعني قطعا عنه رمز وقطعا عن لا شك اذا انصف التاريخ اذا انصفه التاريخ ودول لا تخلي لا قطعا عنده صفحه الى تلين كتب تاريخ موريتاني عنده صفحه ولا صفحات لا بد ان يكون اسمه فيها مكتوبا بحروف من ذهب. ثم اخيرا وهذا قاع كامل لنلخص فيما قاله الدكتور الحسين المدو حد اعطاه مولانا القبول ما تلقى مسول عن أسباب ذلك به اللي القبول يخلق قبول يجبر حد مع شمن الناس يجبره مع بليدة ولكن هو توافقت كاملين وتوافقت الناس أنه يجبر القبول في هذا الفضاء البيضاني كامل. وهذا بعد أعطاه المولان الله فماتية سر إلهي نحن ما نعرفه. زين سعود إليك أحمد بعد مباشرة الأستاذ الحسن والملا علي في نفس المحور سيدات الرمز. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حقيقة احنا بدنا نكرر بعضنا حقيقة ولكن تكرار ما هو مخل ولا ممل يدي يتعلق حقيقة بشيء أكثر من احنا كاملين نقولوا فيك. أنا توه لا عندي ملاحظة أن الجانب التاريخي فعلا تحدث عنه الدكتور مهم جدا. غير التاريخ واحد ما يكفي والميراث واحد ما يصنع الرمزية يصنع الشخص من رأسه. صحيح قد نفهم أن سيدات رحمة الله عليه واتى الزمن في ظروف واتت ظروف وزمن جعلت منه الرمز اللي نتحدث عنه وبالتالي رمز مغاير تماما وفوق ذاك التاريخ كامل اللي عنده اللي تاريخ مشرف وقيم. غير هو الحقيقة نفسه عصام سودت عصامه. مرة قلت عن سيداتي انه ما ينظر له ككوكب في سماء الفن الموريتاني ولكنه هو والأسرة الكريمة في حقيقة الأمر كانوا مجرة سبح في أفلاكها كثير من الفنانين والفنون الجميلة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وفي اسمح لي أن أسألك في رفوف الرمزية هنا في الإذاعة آنذاك إبان توليكم إدارة البرامج كيف كنتم تنظرون إليه وهو رمز يتجول بينكم؟ كان منين يدخل الإذاعة يتوقف كل شيء. زين سيداتي كان منين يدخل الإذاعة ذاك الزمن يتوقف كل شيء إلين يمشي سيداتي. ما نزيدك على هذا عدى عنه صورة واضحة. أستاذ أحمد احتفاء به معبر تماما تكريما جلالا. احنا حضرنا هون وكان يرأسنا في الإذاعة في اللجنة الفنون الشعبية كنا حقيقة كيف عبر عنه الأستاذ حقيقة يفوت الوقت اللي يفوت معنا هون في ذي الاجتماعات يفوت احتفاء به واحتراما له وتقديرا له وكل الناس تخدمه احنا كاملين نخدمه. اذا قال لك تماما استاذ احمد هاي الرمزيه طبعا ما فهم قبال لا يضيف شيء كبير هو تبنيه للقضايا الوطنيه الكبرى وربط اسمه بالنشيد الوطني وبالعمله وبالعلم هذا طبعا لا شك انه دور يجعل منه انسان متميز ورمز. ومدى الإحساس عندكم كأسرة؟ إحنا كأسرة طبعاً هو إنسان عنده إنسان مثلاً استثنائي صراحةً. هو إحنا ذو الأولاده قد شخصيته هو ما نعرفه فيه ما كلمة خاسر ما قط بط حد من الناس قجري ولا قط قال له كلمة ملي طايحة هذا ما هو عنه. بالعكس يدرنا في ظروف يعني مواتية ومرح وفرح ولا تمل لين تراه به اللي هو الأمور بسطة والحياة شايفة لا جانبها الإيجابي أبدا ما فهم شيء عنده سلبي حياة كاملة إيجابي في هذه الجزئية تماما. حملني الفنان النجم سدوم والعلي والليدة رسالة أن أقولها باسمه وهي أن سيداتي
ما قط قال كلمة خاسرة على الإطلاق لحد من أولاده اللي قط بطه، وهو طبعا أنه من أولاده اللي هو سدوه. آه هذه حمني هذه الرسالة. أنتقل إليك مباشرة الفنان بابا في جزئية الرمزية، رمزية سداتي، الرمزية أنا الوطنية. أنا ظاهر لي أن كيف قال الأستاذ اللي عليه أنتم أنكروا هو سداتي ولا أبا احنا هذا اللي قالنا الموريتان بالنسبة لنا سداتي ولا أبا كيف عندنا الراية كيف عند مثلا احنا الرموز الكبيرة هي اسمه عندنا متخلط مع مجدنا كامل ولا متخلط مع تأسيسنا ولا متخلط مع سداتي ولا أبا رامز عندنا تو هذا الشيء فقنا عليه وش شفناه وغير ظهر لي الله على سداتي ولا أبا على انه كونه رمز مع ذاك اللي قلت لك عنه من جماعة اللي حارت في تأسيس موريتان وذوك الخطوات اللي وذوك البصمات اللي طرح فيهم على كامل سيداتي أخلاقه وسيداتي علاقاته وهذا باطل لا حسب الظاهر لي أخلاقه وعلاقاته وقناعته اللي وصلته معاك مع ذيك البصمات وذيك الخطوات اللي قلت لك عنه مر بيها أنه اللي فرضت عليه عن يعود رمزته هذا حسب الظاهر لي زين زين الفنان سدوم وليدة أسميك الآن الفنان كنت قد ناديت لك في المرة الأولى بالزميل وأنت تحمل طبعا هذه الصفات كلها نعم زين بارك الله فيك أنا نقول أنا أولا ضيعتني دائما أدتني والتالي نتكلم والتالي نقول لا تكرار لك معاونك بي لياك تسمع اللي يقوله الغلطة كاملة ودو كاملة الفكرة كانت عندي تنقال سابق ضيعتني بيه ونختي نقول أنه بيضاف إلى الصوت اللي حباه الله بيه والقدرة مولي على مثلا استخباريت في التيتيني ترى هو كيف قال أحمد قبيل ما هو لا حسو زين ده هو عازف وأستاذ راه عنده تفزع عند رداعة هنا ابن هذا سرطة للدروس دروس تيتيني أستاذ معنا أستاذ فيها الصوت اللي حبه الله وذاك العزف اللي عنده اللي حافظ عليهم بأخلاق عالية وخلى الوصية لأولاده من خلال أغناه اللي فاتح كان هون أستاذ أحمد نشوف رمزيته اكتسبها بالإضافة لهذا بتلحينه للنشيد الوطني وبغناءه للأوقية يا أوقية يا أوقية حاجة لك لمراحل من حياة المجتمع الدول الموريتانية يا عملتي يا عملتي بحق الكتاب وحق الوطن سنكتبه ما قد ما حاه الزمن في. سمعت إذن هاي المسائل مراحل كاملة اللي كانت اللي كان سداتي حاضر فيها رمزيته أنا نشوفها خلقت من هذا ارتباطه بالقضايا ذهية واستمريته معها زين نسمعوا الرمزية عفوا لا مؤاخذة أنا بعد ما قد بدأ نتخطى الدكتور أستاذي الحسين مدو الحسين في جزئية رمزية سداتي رمزيته طبعا الإعلامية والثقافية والأدبية كيف تعبرون في كلمات للمستمعين عن هذه الرمزية أنا كيف قلت قبل الأساسي عندي أنه رمزية سداتي أنها رمزية التأسيس خلق قدرات وكفاءات فنية وأدبية مشهودة شجعت عليه البيئة وتملكها هو كشخص وهي مشهود له به أيضا ولكن أيضا الفنانين كان سابقا يعود فنان قبيلة وفنان إمارة ويبدع في تلك المرحلة كان من حال سداتي أنه أصبح فنان وطن بمعنى بفضل الوسيلة التي توفر عليها في وهي الإذاعة وفضل اللحظة الزمنية التي وجد فيها وهي تأسيس الدولة الوطنية أصبحنا لأول مرة أمام فنان الوطن بمعنى الفنان معنى قوة الالتزام بقضايا الوطن سواء في تأسيسه وسواء في مراحل تكريسه لاحقا لوجية وغيرها هذه ميزة خاصة كانت ومن الحظ هو زيادة الخصال الأخرى اللي جاءت سابق ذاك قد سويت مرة شيخ حمدان فلان تقول له هو رئيس العمل الإسلامي ولو خال على الدرس من الإسلام أكثر من ذلك ولكن اللي أعطى شهرين قلت له والله سنة ولكن أعطى 22 سنة لكن أعطى ذلك من الزنقة لذلك حظ الرجل وأما لذلك حظ الرجل أنه هذه الكفاءات وهذه المواهب
الفنية اللي مصقولة وصقيلة كاملة انها اللي زامنت مع لحظة تاريخية في تأسيس وطن، ولحظة تاريخية في ظهور وسيلة إعلام تمكن انها تمدد كل العطاءات اياك تشارك الناس كاملة. وشخصيا كنت نشعر بانه فيك اللحظة انه هو الدفء اللي يمنح الجماعة في صحراء، وهو روح الجماعة اللي تنفذ في الناس في لحظة فردانية، وهو لحظة وطن يشكل. وهذا تسمع الردات اللي تلعب خبطة عند الإذاعي لا تبدأ الحر وتسمع في النشيد أيضا، لكن الغموض المقدس كامل مرتبط بلحظات التأسيس عدوى ولك تنسو ويعلم مولانا مولينا كجيل اللي نشوفه ذركة ما كنا عايشين فترات وعايشين فترات الأخير، إنه وكأنه كيف كان البروفيسور إنه يستشعر البعد بعد التجذر الزمني قرانا اللي نشوفه سيداتي وحوليه وأنا نوافته وأنا أخته، وأشعر بأنه يستشعر أيضا الرمزية وكأن للآخرين عليه حق ويجب أنه ما يخذلهم زين ما يخذلهم في سلوكه وما يخذلهم في شكله وما يخذلهم في وظل محافظ عليها واعر وظل محافظ عليها واعر في عالم مغرياته كثيرة ومحرضات على الانزلاق كثير. نرى الرمزية من منظور الأستاذ محمد محمود والدادي، العناية اللي وعدلت مما فيها الصلع عليه من طرف وزير الشؤون الإسلامية، هذه عناية من الدولة من رئيس الجمهورية، وهذا تعبير عن ذي المكان اللي يحتل سيداتي والشعب جميع اللي قد يحرك في نواكشوط جل تأبين سيداتي جل صلاته وجل تأبينه، وهذا يدل على المكان اللي رمزيته انطلقت باللي سيداتي إنتاج من الإذاعة كما الإذاعة اللي عندهم اللي من الصيت والمكانة جانب منه جاي من عند سيداتي، إذا في تعاون بين الإذاعة وفم حلقة وصل أساسية بين الفنك بشكل عام وسيداتي اللي نتكلموا عنه اليوم والإذاعة، والطريقة اللي قدمت بها هو محمد دن سيد إبراهيم بلي محمد دن لولا هو سيداتي قد يصل وقد يصل آخرين غير أعطاهم مولانا هذا الرجل اللي له خصائص عجيبة. أولا بعد قال هو حد ذن نفسه فنان، فنان بحياته، فنان بسلوكه، فنان بذكائه، فنان ملي مجد في عمله، وهو اللي في الحقيقة خاوة بين الإذاعة والفنانين وبين سيداتي والإذاعة. يلو لهذا محمد دن سيد إبراهيم وسيداتي والإذاعة اللي اجتمعوا هذا كامل عادة في بليدة، ربما نعود لودنا المسافات شاسعة نوحدوا الموريتاني، نوحدوا ذوقهم، نوحدوا انتمائهم، الوطن واحد اللي هو موريتاني به اللي لذا ابتداء من أول هول سجلوا سيداتي في نوفمبر 1957 في بليدة من بادية تقانت قال أغيجط وعاد الهول قالوا هول أغيجط ومعروف، وبالمناسبة كان شهر ولا اثنين سابق خلاق الديمي. من ذيك الساعة عاد الإذاعة مخصاله ليلة في السبوع اللي هي ليلة الاثنين، هو عنده 40 دقيقة اللي هو الهول ومعطيله هو بصورة خاصة. يا غير ذيك 40 دقيقة تقريبا يفوت ثلثين منها في الطلبات الهول، وعقبه عادوا يأجلوهم ليلة ثانية وليلة ثانية، وعقبه مدوا الفترة. إذن هذا كان إقبال شديد عليه اللي هو سيداتي. إذن هذه هي رمزية سيداتي، سيداتي واحد موريتاني، ربما لذا علمت الموريتانيين أكثريتهم عين من ناحية الشعب واللغة العربية. الناس ما احنا كنا نمشوا مع المختار والدادة في الداخل ابتداء من الاستقلال إلى 65، ما فهم حد يدي لقينا خطاب باللغة العربية، كل عاد قال راي كاتب خطابه الإذاعة. هون كانوا الناس يشروا إذاعة ويمشوا بها مرقبلين ما يروا فيها والبيضان، وخاصة كانوا فترة معينة سيداتي رجعوها للتاجر يقولوا احنا ندوروا بلان فلان. سيداتي أيضا عنده مكانة كبيرة وفطنة لها الدولة من البداية، يكون عنها سندت له النشيد قطعة شيخ سيدي بابا اللي آتي النشيد الوطني واختروا له سيداتي، وهذا النشيد طبعا لحنه فنان فرنسي وصوله أعتقد أنها بولونية، ولكن من الوهلة الأولى وقبلوا فنيا ما
أنا أنه كانت عنده قيمة فنية، خبيط لسيداتي وترديد له، وهذا نجح وعاد سيداتي فعلا. وسيداتي واكب الصل الحياة الوطنية خاصة تعدال العملة مع سيداتي الفنانين حياو، وعادوا عندهم منظمتهم، والحمد لله عاد بهم شباب متنور وشباب أيضا متعلم، وهذا فاد. وعلى راسه المرحوم سيمالي اللي تكون وكان من أفضل اللي تكون من الناس في العراق. إذن هذه رمزية سيداتي اللي هي رمزية الفنانين كاملين وموريتاني. شكرا جزيلا في ذواني. كل أحد منكم وضيوفي الكرام سيودعنا بمداخلته الأخيرة. أبدأ معك سدوم. مداخلة الأخيرة اللي سأل الله أن يرحمنا هذا جزيعا بإحسان ذاك اللي خلى فينا، خلى السمعة اللي خلانا، وذاك اللي ربانا عليه، وذاك اللي شفناه عدى المسي طيب، الله يرحمه. هيا الله نقول. أنا مداخلتي اللهم ارحم له واغفر له واعفو عنه وعافيه، وراني جدد طلب الأستاذ دنبا على أن طالبين على أن الإذاعة الوطنية يعود فيها استديو لاسم الفنان والرمز الوطني سيداتي واللاب ورحمة الله عينه وعليه. الأستاذ الحسن. أنا لا نختار أن هذا الطلب نعود موجه للحكومة الموريتانية أن هذا الراحل الله يحتفى به احتفاء على مستوى ويخلد على مستوى وطني. دكتور الحسين. شكرا جزيلا، رحمات الله تترعى على الفنان الكبير سيداتي واللاب، وبالفعل عزيناه الموريتان كاملين، ولم يعد ملكا لأسرة ولا لأسرة صغيرة ولا لأسرة كبيرة، وملك لكل المواطنين لرمزيته الوطنية أيضا. ومن أوجب واجبات الدولة في هذه اللحظة تكريم وتكريم ذكرى من خلال ما هو قاعد لا استحداث تسمية استديو في الإذاعة، بل الإذاعة هو أحد أبنائها وأحد مؤسسيها غير الشوارع، بل هذا يا أخوتي هو الذاكرة الجماعية اللي تربط بين المجتمع كامل وحدته، وهذا لا شخصيات الثقافية. وإذا تتوخر الدولة عنها ما عدلت، يعدل المجتمع، عدلها الشارع مسعود وعدلها الشارع ديمي، ما هو سوى الحل. هذا جزء من الذاكرة، ضروري جدا أنه أحد الشوارع الكبيرة في البلد تسمى باسم سيداتي، رمزيته الفنية ورمزيته التأسيسية ورمزيته، وهذا هو أدنى كل دلالات التكريم الأخرى كاملة قد تعدل. يلا تعدل. وذاك استحضار البعد الأخر اللي أشار الأستاذ محمد أحمد الودادي وغير كان مهم أيضا به، اللي كان جزء مغيب عن بعض من أنه حامل كتاب الله، وأنه الآن أسير الله في أرضه، تجاوز 90 سنة وهو الأذان عليه مفهوم الدين الإسلامي بعد قاعد بصفة عامة، وأنه قطعا الذاكرة الجماعية ساهم في بنائها وساهم في بناء الدولة الوطنية، وله منا كل وأخلص آيات التقدير والامتنان على العطاء الذي قدمه، ونأمل من الدولة أيضا أنها تسهم في تخليد ذاكرته وذكرى من خلال تخصيص بعض من التسميات وكل دلالات التكريم اللي يمكن أن وأنا اللاكي ذاك اللي يقول هو عن ابن فارض حديثه أو حديث عنه يطيبوني، هذا إذا غاب هذا إذا حضر. شكرا جزيلا. الأستاذ دنبا. حقيقة أنا لا أمدي صوتي، وخاصة النقطة الأخيرة اللي كان يتكلم عنها الدكتور الحسين. نحن جيال الجديدة مثلا ترك الناشئين يعلمون كل شيء عن فنانين الغرب وعن فنانين الشرق، وقليلا ما يعرفونهم من أخبار موريتانيا. فيهم قاعد اللي بيعود ما قد تسمع به سيداتي ولا بحد يعمل الفنان إلى وسمى شارع والله الشيء. بعد ضروري يتساءلون يوما ما هذا من هو قاع، وذاك يقودهم لدراسة التاريخ ويقودهم أساسا لدراسة التاريخ الاستقلال. وفي الختام ترحموا عليه رحمة الله عليه، وعزي نفسي وعزي الشعب الموريتاني وأسرته الضيقة. الدكتور محمد البوعليبة. طيب أنا كلمتي الأخيرة هي أن سئمنا خلال العقود الأخيرة من القائمين على الشؤون ذي الترابي قد يقدموا شيء في اتجاه هذا الفن اللي مثلوا ذا الرمز اللي توفى. وأعتقد بإعلان الامتداد التاريخي
لهذا المجتمع اللي قال المجتمع البيضان مرتبط بعلن يحيى معهد للفن وفن التيتينيت أساسا ليبقى المجتمع البيضاني قائما عبر التاريخ. نحن مقصرون وسنبقى مقصرين عقودا أخرى من الزمن للأسف الشديد ما دامت لم تقع هناك لفتة باتجاه هذا الفن وأهله. وكلمتي الأخيرة هي أني أترحم على روحي الفقيد وأطال الله بقاء خلفي وأشكركم جزيل الشكر. شكرا جزيلا الأستاذ أحمد اللاب. أنا لا نختار ماني زايد على اللي قالوا الخلطة راجين إن شاء الله من السلطات العمومية الدولة أنهم يسمعوا له ولا يخلدوه ب كيف قلتوا إلى معاد شارع ولا قصر للثقافة والتراث ولا يعني جبروا الصيغة اللي هي للتخليد هذا الرمز. وإني نختار نشكركم أنتم بعد هون في الاستديو جزيل الشكر ونعزيكم أيضا كما أشكر الشعب الموريتاني كامل والسلطات العمومية وعلى ذي الهبة إذا صح التعبير التضامنية والتآزرية اللي خلقت مع لنا الله يرحمه إن شاء الله. أمين. نعم سدوم الذكر اللي قال الأستاذ أحمد نحكي طلع هون والله كتبتها. تحكيها بوصف أي صفاتك؟ بصفتي كاملة بصفتي سدوم واللي هو الله يرحمه أخوها والعيل زين. قلت علماء وسادة وعيان موريتان وقضات تبان موريتان وشباب اوان موريتاني وكهول زاد موريتان وجمع البيضان حسونا عنا بالتكاد نعنوهم ظهرت بالتبيان بالوفود اللي جات عداد في الأوطان وخارج الأوطان تعزي تدعي للجواد يكرم سيداتي بالجنان ويبارك مراها في الأولاد وفي المنات ويعطي سلوان للأسرة بجميع أعداد يا رب جازيهم في بلد أن احنا يا مالك العباد ورحم سيداتي لمحت وأن حقق فيه المراد. شكرا شكرا جزيلا اللهم أمين. فعلا بعد الاختتام سنستمع لمقطع ومقطعين من غناء الفنان الرمز سيداتي واللب. بهذا سيداتي سادتي تتكامل عناصر هذه الندوة التأبينية التي أقامتها الإذاعة تأبينا وترحما على روح فقيد الوطن الفنان الرمز سيداتي واللب. قبل الاختتام وتيح الفرصة لكم دكتور حسين مدو تنين نقدر لفت انتباهي للقاف اللي قال الشيخ محمد حسن الددو القاف اللي قال تعزية الفنان الكبير سيداتي ما كان أساسي عندي والله ما ميست والله تميز وفراته عندي ما هي من طبيعة الشخص القايل ومكانته الفقهية ولا هي من طبيعة المعزة ومكانته الفنية. يقال رؤيتي لها هي فرادة الطرح في العلاقة بين الفقه وبين الفن وفي الرؤية المتبصرة للفن على المجتمع الحديث إلى وقت قريب على خصوصا المجتمع الفقهاء منه علاقتهم قلقة دائما مع الفن ولذلك كانت بعضهم نقول بعضهم حتى ولذلك كانت بالنسبة لي قاف تنويري وقاف منفتح وقاف متصالح مع الروح الإسلامية فن الفن رسالة وأنه بحساب مخرجات الرسالة يتم تقييم وتوصيف وتصنيف تلك الرسالة وسيداتي واللابة كان خير من يمثل هذا الفن وخير من يمثل الأداء الجيد للفن في خدمة الانشغالات والمخرجات الوحدوية والوطنية الملتزمة ولذلك ثمنت ذاك القاف حتى وهم عندي ملين وعادة ديكلانشير مطلق الشرار تطلع متعدده جاءت عقبه كامله تزمينا لك وينظر له حد من ذيك الزاويه يعرف انه كان في وقته وكان في محله وفي بعده الاكبر. جزاه الله خير. القاف طبعا فتنا حكيناه في بدايه الحلقه لا بد من حل. طيب الله القاف الشيخ محمد الحسن الددو هو اللي يقول سيداتي من خيرة العيان والفتيان وبيها سنت يعطيها الرحمة والرضوان ويبارك في عياله حتى وندور نعزي موريتان في الداتي ونعزي كنت. طبعا القاف طلعوه أروقيه في بلد طلعوه أتقانه للنامي وكذلك محمد والهدار وطلعوا ياسر من الأدباء الكبار
أمثال هذو اللي كنت نذكر لكم. لم يبقى لي إلا أن أودعكم في نهاية هذه الندوة وأشكر ضيوفي الكرام. أبدأ من اليمين الدكتور محمد والبو عليبة وكذلك الأستاذ الحسن والملاي علي والفنان باب والحمبارة والأستاذ محمد والأحمد والميداح والدكتور الحسين والمدو وأشكر كذلك الفنان سدوم والبيب والليدة والشكر موصول إلى ممثل الأسرة ابن المرحوم الأستاذ أحمد واللاب. شكرا جزيلا لكم مستمعي الكرام لاستماعكم لهذه الندوة التي كانت تأتيكم عبر أثير إذاعة موريتانيا وعبر شبكاتها عبر إذاعتها الجهوية في داخل الوطن وبالبريد الإلكتروني. ولكم تحيات الزملاء على الإجهزة الفنية وضبط صوت زميلي بلال الصغير وكذلك زميلا بن متبدب وتحيات المدير العام في الإشراف العام وكذلك تحيات الدكتور محمد العابدين والزميل محمد والسيد محمود والزميل أبي وكل الزملاء الذين تفصلني معهم العارضة الزجاجية ولم أتمكن، لكن الإذاعة في هذه الندوة عبرت عن مسايرتها لفقيد الوطن حتى في تأبيني حتى في التعزية حتى في الصلاة على الجنازة في مسجد ابن عباس وكذا استقبال الضيوف لهذه الندوة وتنظيمها. وأشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه تحياتي محمد والصوينع ونبقى مع مقطع موسيقي قصير. تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي 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 ولو خالها تخفى على الناس تعلمي ولو خالها تخفى على الناس تعلمي تعلمي